أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة أوضاع اللاجئين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن. دعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى مساندة الحكومة اليمنية في احتواء أزمة تدفق اللاجئين القادمين من القرن الأفريقي. ودعا فتح ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عدن جاكلين بريفلين إلى عمل الترتيبات اللازمة لاحتواء اللاجئين القادمين إلى اليمن وتوفير الرعاية المطلوبة لهم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين. هل لا زالت اليمن قادرة على تحمل عبء اللاجئين الأفارقة وهي التي تعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم؟ وأين دور المنظمات الدولية في هذا الصدد وما الذي يمكن أن تقدم؟ تجهيز مخيمات يواي مخصصة، حصر المهاجرين القادمين واستكمال ترتيبات عودة بعضهم إلى بلدانهم، ملخص دعوة وجهتها الحكومة إلى الأمم المتحدة مطالبة على لسان وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بضرورة مساندة اليمن لاحتواء أزمة تدفقهم من القرن الأفريقي. طلب المساعدة الأممية يهدف وفق وزارة الإدارة المحلية إلى تقليص نسبة التدفق الأفريقي، كما أن حصر أعداد اللاجئين ووضعهم في مخيمات إيواء يساهم في منع استغلالهم من قبل ميليشيا الحوثي. كان مئات الأفارقة بينهم نساء وأطفال قد تم احتجازهم قسرياً في ملعب لكرة القدم بعدن من قبل الحزام الأمني، وبحسب منظمة الهجرة الدولية فإن هؤلاء المهاجرين يعيشون ظروفاً صحية وإنسانية متدهورة وعالقون بين الوصول إلى بلدان الخليج للبحث عن عمل أو العودة إلى بلدانهم الأصلية. منذ العام 2014 ورغم دخول اليمن أتون حرب شاملة، إلا أن الهجرات الأفريقية إليها لم تتوقف، وتقدر إحصائيات الأمم المتحدة عدد المهاجرين بنحو 150 ألفاً خلال عام 2018 فقط، بينما تؤكد أرقام وزارة الصحة بوصول أكثر من 37 ألف أفريقي خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري. بنظر الحكومة فإن استمرار تدفق اللاجئين يشكل أزمة لها في ظل ظروف اليمن غير المستقرة، وفيما هو مؤكد فإن قدر هؤلاء اللاجئين الهاربين من فقر بلدانهم أو العائدين قسراً إليها الموت في عرض البحر أو الموت داخله. نبدأ النقاش مع ضيفنا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك بجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. هناك تساؤل لدى الكثير، هل ما زالت اليمن بحاجة برأيك إلى مهاجرين ولاجئين وكيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية؟ اليمن هي أحد الدول العربية القلائل الموقعة على اتفاقية 54 المتعلقة باللاجئين، وإبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان هنالك قرار صدر من الجمهورية اليمنية باستقبال اللاجئين الصوماليين على وجه التحديد بدون أي تعقيدات أو إجراءات خاصة في هذا الأمر، وبالتالي اليمن أصبحت ملزمة اليوم على هذا الالتزام. يوجب على الحكومة اليمنية أن تلتزم بكافة المعايير والقوانين الدولية بما في ذلك عدم جواز إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم لوجود خطر حقيقي أو خشية حقيقية من تعرضهم لخطر أدى إلى خروجهم من هذه البلدان. اليوم يجب أن يكون هنالك تنسيق واضح من أجل تصحيح أوضاع هؤلاء بين الجمهورية اليمنية ومفوضية شؤون اللاجئين بحيث يجبر أو يدفع بهؤلاء إلى التسجيل في هذه المفوضية، ويجب على الدول بشكل عام المهتمة بهذا الملف أن تساعد الجمهورية اليمنية من أجل استيعاب هؤلاء اللاجئين سواء من خلال إنشاء مخيمات إنسانية ذاتية لهم أو حتى التنسيق مع الهجرة الدولية لمن يرغب في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. المهم أن لا يتحول ملف المهاجرين إلى ملف سياسي للصراع بين دول إقليمية على مصالح خاصة ثم يصبح اللاجئين أو المهاجرين أو المدنيين في أي دولة هم ضحايا مثل هذا هذه الصراع، لأنه قضية اليوم
الهجمه او الحمله التي بدات على المهاجرين بدات بصوره مفاجئه حتى بدون انذارات مسبقه بدون تنسيق مع المفوضيه، وهذا وضع مجموعه من علامات الاستفهام. لكن صحيح ان الوضع الانساني في اليمن وضعا سيئا، واليمن اليوم غير قادره على ان تتحمل مزيد من المهاجرين، لكن ايضا يظل السؤال كيف يدخلون هؤلاء المهاجرين الاراضي اليمنيه؟ من الذي يفتح لهم الممرات؟ لا بلا شك هنالك شبكه تهريب معقده بدايتها في دول القرن الافريقي ونهايتها في الجمهوريه اليمنيه. اعتقد اليمنيون يعرفون هذه الشبكه بالاسم، قادرين على التعامل معها، وبالتالي يجب ان يعامل هذا الملف في اطاره الانساني الكبير بدون اي حسابات اقليميه بين الدول. طيب استاذ توفيق، تقول ان اليمن ملتزمه بموجب اتفاقيه هي موقعه عليها بإتاحة الفرصة والمجال والتعامل بشكل إنساني مع اللاجئين القادمين إلى اليمن، في مقابل هذا الالتزام من قبل الحكومة اليمنية، هل تتحصل على أي دعم من الخارج ومن الجهات المعنية والمنظمات المعنية اليوم باللاجئين؟ ومن المفترض أن الجمهورية اليمنية تحصل على دعم من الدول الموقعة ومن الدول الغربية وحتى المفوضية السامية. اليوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المفترض أن تدير هذا الملف، خاصة في ظل وجود فراغ كبير في اليمن للدولة واندلاع هذه الحرب. من المفترض أن هذه المفوضية هي التي تتولى إدارة هذا الملف وتدعو المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لليمن، لأن اليمن اليوم دولة غير قادرة على أن توفي بالتزاماتها نحو شعبها ومواطنيها، فما بالك بمن يأتون من خارج الحدود. اليوم المسؤولية تنتقل بالدرجة الأساسية إلى المجتمع الدولي لحماية مثل هؤلاء وتقديم الإغاثة. يبقى دور الحكومة اليمنية هو توفير الجانب الأمني وعدم استغلال. طيب ما طبيعة هذا الدور المنوط اليوم بالمنظمات ومنظمة الهجرة الدولية تحديدا التي يفترض أن يكون لها دور كما تقول؟ يمكن يكون هذا الدور بصور متعددة. على سبيل المثال يمكن يكون هنالك دور إنساني لإنشاء مخيمات لائقة بهؤلاء المهاجرين، وهنالك أيضا دور يقوم بإعادة التوطين خاصة لذوي الحالة الخاصة كما هو معمول به. بالإضافة إلى يمكن أيضا تبحث عن دول قادرة على أن تستوعب مجموعة من هؤلاء اللاجئين في هذا الجانب. الأدوار هذه محددة أعتقد في اتفاقية بقرار إنشاء المفوضية السامية، مفوضية خاصة بشؤون اللاجئين. والمجتمع الدولي اليوم هو يدرك، كما رأينا اليوم في ليبيا عند اندلاع الحرب بين خليفة حفتر وحكومة الوفاق الشرعية في طرابلس، كان هنالك تهديد للاجئين، تدخلت هذه الدول الهجرة الدولية أيضا عليها مسؤولية كبيرة، وبالذات لمن يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، توفر لهم الوسائل المطلوبة وتذلل لهم سبل العودة إلى بلدانهم. طيب أستاذ توفيق، اليوم كيف يمكن توفير الحماية لهؤلاء اللاجئين وعدم استغلالهم في الحرب الحالية في البلد في ظل التخوفات القائمة لدى الكثيرين من أنهم يستغلوا من قبل بعض الجماعات؟ هو بلا شك، لكن ان هنالك تخوفات اليوم على الحكومه اليمنيه بالذات على سبيل المثال تكون واضحه. اتفاقيه اللاجئين هي تحدد انه من يشكلون خطر على امن هذه البلد يحق لهذه الدوله ان تعمل على ترحيله، وبالتالي في هذا الجانب على ذلك عندما ندعو انه المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين ان تكون طرف حقيقي بحيث هذه تطلع بدورها ومسؤوليتها الأساسية في توفير معسكرات ومخيمات خاصة بحيث يحد من خطر هروبهم، لأنه اليوم من يتم تسجيله في هذه المفوضيات أصبح له وضع قانوني غير الأشخاص والمهاجرين الذين يدخلون إلى الأراضي اليمنية دون أن يقيدوا أسماءهم كطالبي لجوء في مكتب المفوضية السامية. هذا يتم تصحيح إما بإعادة تصحيح واضح أو تقديمهم للمحاكمة اليمنية وبإجراءات سريعة يعادوا إلى بلدانهم عن طريق منظمة الهجرة الدولية. طيب في بداية حديثك أستاذ توفيق تحدثت عن نقطة تخوفك من تحول هذا الملف اللاجئين إلى ملف سياسي للصراع بين دول الإقليم، لأنه اليوم
لا كما تعرف الصراع القائم اليوم بين دولة الصومال على سبيل المثال ودولة الإمارات العربية المتحدة ووجود أيادي لهذه الدول داخل اليمن، لأن قصة الملف اليوم أثير بصورة مفاجئة خاصة بعد حسابات إقليمية وقرارات وتوتر العلاقات بين الدول، ظهر الملف اللاجئين الصوماليين أو من القرن الأفريقي بصورة مفاجئة وبصورة تعسفية على حد على يعني وبصورة تعسفية على وجه الخصوص، وهذا الأمر أثار مجموعة من التساؤلات، لأنه من المفترض أن هذا الملف يبدأ منذ بداية الحرب، ومنذ أن كان هنالك تقارير تتحدث عن وجود مقاتلين صوماليين هنا وهناك، لكن لم نرى أي تحرك في هذا التوقيت بالذات، هو الذي وضع علامة استفهام. ولذلك نحن نتمنى أن يكون التحرك الذي الحاصل اليوم هو تحرك أمني بالدرجة الأولى فقط. طيب، ربما علامة الاستفهام التي أنت تذكرها أستاذ توفيق أن لها علاقة ربما بالأعداد الكبيرة لهؤلاء اللاجئين خلال الفترة الأخيرة، ربما مع بدء استقرار الوضع نوعا ما، فبالتالي شهد ذلك. نحن نقول كل يعني الأمر الآن مطروح على في جانبه الإنساني بالدرجة الأساسية، وهذا هو التحدي الحقيقي خاصة أمام المجتمع الدولي. طيب، الآن مثلا موضوع الدعم الذي يقدم للحكومة، ربما كان في وضع الاستقرار كانت الحكومة تتسلم هذا الدعم وهي من تقوم بالتعامل مع اللاجئين، هل ربما حصل تغير في الآلية وبالتالي بشكل مباشر تقوم المنظمات الدولية هي بالتعامل والتعاطي، ولذلك سمعنا اليوم صوت الوزير عبد الرقيب فتح؟ وربما هناك إشكاليات كبيرة اليوم في ظل عدم وجود سلطة حقيقية قوية وعدم وجود قنوات واضحة في إدارة الإدارة على الأرض الحق، وبالتالي هذا هو الأمر الذي خلط كثير من الأوراق، ومع ذلك كل الأمور محتملة. ولذلك نحن عندما ندعو المنظمات المهتمة واللصيقة بهذا الشأن إلى أن يكون لها دور فاعل بحيث يتحملون مسؤوليتهم ويطلعون على الوضع المهاجرين عن قرب. أشكرك جزيلا أستاذ توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. من جديد أهلا بكم إلى زوايا الحدث، وينضم إلينا من الرياض المحامي والناشط الحقوقي محمد قشمر. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا ومرحبا بكم وبالضيوف الكرام وبالمشاهدين جميعا، حياكم الله. أستاذ محمد، كيف تفهمت تدفق مزيد من اللاجئين على اليمن في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد؟ أولا يمكن أن نتكلم عن الأسباب المؤدة إلى هذا الأمر. هل يمكن أن يكون هناك استقرار حقيقي في اليمن من أجل استقبال اللاجئين؟ إذا عدنا إلى الأساسيات أو التي يعتمد عليها من يلجؤون إلى اليمن، هم يعني طبعا اليمن من الدول الموقعة على اتفاقية اللجوء 1951 والبروتوكول التابع لها 1967. غالبا اللاجئين الذين يتدفقون حاليا من اليمن هم من القرن الافريقي او من دوله اثيوبيا او من اقليه الاورومو الذي يعتبرهم. اولا يمكن ان نتكلم عن الاسباب المؤديه الى هذا الامر. هل يمكن ان يكون هناك استقرار حقيقي في اليمن من اجل استقبال اللاجئين؟ اذا عدنا الى الاساسيات او التي يعتمد عليها من يلجؤون الى اليمن، هم يعني طبعا اليمن الدول الموقعه على اتفاقيه اللجوء 1951 والبروتوكول التابع لها 1967. غالبا اللاجئين الذين يتدفقون حاليا من اليمن هم من القرن الافريقي او من دوله اثيوبيا او من اقليه الاورومو. اولا يمكن ان نتكلم عن الاسباب المؤديه الى هذا الامر. هل يمكن ان يكون هناك استقرار حقيقي في اليمن من اجل استقبال اللاجئين؟ اذا عدنا الى الاساسيات او التي يعتمد عليها من يلجؤون الى اليمن، هم يعني طبعا اليمن الدول الموقعه على اتفاقيه اللجوء 1951 والبروتوكول التابع لها 1967. غالبا اللاجئين الذين يتدفقون حاليا من اليمن هم من القرن الافريقي او من دوله اثيوبيا او من اقليه الاورومو. اولا يمكن ان نتكلم عن الاسباب المؤديه الى هذا الامر. هل يمكن ان يكون هناك استقرار حقيقي في اليمن من اجل استقبال اللاجئين؟ اذا عدنا الى الاساسيات او التي يعتمد عليها من يلجؤون الى اليمن، هم يعني طبعا اليمن الدول الموقعه على اتفاقيه اللجوء 1951 والبروتوكول التابع لها 1967.
غالبا اللاجئين الذين يتدفقون حاليا من اليمن هم من القرن الافريقي او من دوله اثيوبيا او من اقليه الاورومو. طيب تبقى معنا استاذ محمد، وارحب بضيفنا ايضا من عدن منسق اللجنه العليا للاغاثه جمال بن فقيه. اهلا بك استاذ جمال. استاذ جمال اهلا بك. استاذ جمال تسمعني؟ اي اسمعك تفضل. استاذ جمال، بدايه ما قصه اللاجئين من القرن الافريقي الى اليمن؟ تسمعني بشكل واضح استاذ جمال؟ يعني لا باس، عن ارد السؤال ان شاء الله. سؤالي عن ما قصه اللاجئين من القرن الافريقي، ولماذا كل هذا الجدل في هذه الفتره الاخيره الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه قصه اللاجئين او تطرد اللاجئين بشكل كبير خلال الفترات الماضيه، اولا بسبب هي طبعا هي كانت موجوده من فتره، فكانت تأتي بشكل مجموعات مستمرة، فكانت تدخل تندمج بالمجتمع ومن خلال مرورها إلى المحافظات الجنوبية عن طريق البحر، عن محافظة شبوة ومحافظة حضرموت أو بعض المحافظات اللي هي ساحلية، تمر الأفواج كبيرة من الناجحين لا أحد يعترضهم. في الفترة الأخيرة أعتقد أن بدأت الحكومة تتنبه وبداوا يعملوا تجمعات لهم في خلال اسبوع واحد، يعني تجمعوا في حدود يمكن حوالي 6000 مهاجر من اثيوبيا بشكل خاص. فحقيقه تجمعهم ووجودهم بالشكل هذا جعل المواطنين وجعل الناس تستغرب، وكذلك الامن وكذلك السلطه المحليه في محافظه عدن تنبهت بهذا الموضوع وجمعتهم في 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 ميدان الكره في عدن، وكذلك 100 منهم راحوا الى داخل ابين، ومن خلال تم تجميعهم في هذه المناطق وحصرهم، وتم التعامل معهم بعمل انساني بعمل انسانيه بتسجيلهم ومعرفه، وكذلك فرض اي شخص يعاني من اي امراض، ووزير الصحه تم بفتح مستشفى الصداقه لمعالجه بعض الناس الموجودين. لكن هي بشكل عام جميع المهاجرين اتوا من اثيوبيا ليس من الصومال. طيب هل هناك اي احصائيات حول عدد المهاجرين واماكن تواجدهم؟ طبعا المتواجدين حصرهم في عده في اماكن معروفه، وهم وصلوا في حدود 6250 مهاجر خلال الفتره الماضيه. الان توقفت العمليه موجوده وتم حصرهم، واعتقد انه في تم تجميعهم في منطقه معينه، وتم يعني توفير لهم يعني الغذاء والمياه، وتوفرت عن الهجره الدوليه، ومحافظ محافظه عدن ومدير الامن في محافظه عدن عملوا اجتماع في المنظمه الدوليه للهجره الدوليه، وكذلك الفوضي السام للامم المتحده، ولكن للاسف الشديد المفوضيه وكذلك الهجره الدوليه لا يعتبر الاخوان هم بالنسبه لهم كمهاجرين، لان المنطقه هي مستقره في اثيوبيا، وان هذا لا مهاجرين يعتبرون مهاجرين غير شرعيين، ولكن نحن بالنسبه لنا نحن معهم وطالبنا المساعده من الاخوه الاشقاء الهلال الاحمر الاماراتي ومركز المسلمين، نبدا استعداده واشرنا اليه في اماكن تواجدهم للتعامل معهم وتوفير لهم الغذاء والماوى والدواء. طيب تبقى معنا استاذ جمال، اعود مره اخرى استاذ محمد. كيف يمكن استاذ محمد حمايه هؤلاء اللاجئين من استغلالهم في الحرب؟ نتكلم انه هو اللاجئين في الفترات هذه هم اكبر عرضه لعمليه الاستغلال بشكل مباشر، خصوصا ان اللاجئين الان او ما يمكن ان نطلق عليهم لاجئين مجازا غالبا هم لا يبحثون عن اللجوء بقدر ما يبحثون عن الهجره، لانه هناك الان خلط ما بين موضوع اللجوء ما بين الهجره. أغلبية الموجودين الآن الذين ينزحون إلى اليمن هم غالبا من الأثيوبيين، هم الأوروما الذين يبحثون عن فرصة للعبور من اليمن إلى دول المجاورة خصوصا المملكة العربية السعودية. أقول أن اليمن عندما انضمت إلى الاتفاقية اللجوء في بدأت عملها في المنظمة في اليمن 1983، يعني حقيقة المنظمة فيها نوع من القصور بالتعامل مع مثل هذه الحالات.
الآن اللاجئين أو الكمية المهولة، الأعداد المهولة من البشر الذين يلجؤون اليمن، يعني حقيقة هناك كثير من التساؤلات. يعني أنا أتكلم كرجل حقوقي وعملت في هذا المجال فترة غير يعني بسيطة، أتساءل ما هي الأسباب التي جعلهم يتوافدون بهذه الأفواج إلى اليمن. يعني الآن الأعداد نشوفها مهولة، بلد فيها حرب، فيها يعني ضعف شديد في الإمكانيات الاقتصادية، وغالبا المفوضية التعليمية لشؤون اللاجئين هي التي تتولى مسؤولية يعني متابعتهم. هناك مراحل طبعا تمر فيها عملية حصرهم، عملية تسجيلهم، استلام طلبات اللجوء باستثناء اللاجئين الصوماليين الذي يعتبر لاجئ من الوهلة الأولى. اليمن وقعت اتفاقية اللجوء مع الصومال، لكن أغلبية الموجودين الآن هم ليسوا صوماليين. أعتقد الخوف من أن يتم تسريب هؤلاء الناس وتحويلهم إلى الجبهات من أجل استغلال ضعفهم المادي وحاجتهم المادية واستخدامهم كعسكريين أو كمجندين أو كمرتزقة يعملوا في جبهات القتال مع أي طرف، خصوصا مع الحوثيين. الآن الموضوع أصبح يشكل صراحة كارثة على اليمنيين، اليمني الذي لم يجد حقيقة المأوى، لم يجد الماكل، الوزمة الاقتصادية الطاحنة، الوضع الإنساني الصعب. كل هذه الأشياء يعني تضع علامات استفهام كبيرة عن أسباب الحقيقية لتوافد هؤلاء اللاجئين إلى اليمن. طيب أستاذ جمال، ما طبيعة الدعم المقدم اليوم في ملف هؤلاء اللاجئين والمهاجرين من قبل المنظمات الدولية؟ طبعا بالنسبة للمنظمات الدولية هي يعني طلبنا منهم أن يكون في دعم مباشر، فهم اعتذروا بشكل أساسي بأن هذا هم مهاجرين، ليس لاجئين الصومال، وإنما هي يعني أساسا بلغونا أنهم ماذا ستقدموا أنتم، وأنا وهم طبعا بيجتمعوا مع بعض المنظمات ماذا ستقدم. ربما سيقدم هم قرروا أن بيقدموا من عملية الخيام وعملية المياه، توفير ماء الشرب. طبعا هم الحال الإنساني صعبة بالنسبة لهم. الحكومة اليمنية ومحافظة عدن مشكورة، قدمت لهم بعض الوجبات الغذائية، وقدمت كذلك وزارة الصحة بلغتك أنها فتحت المستشفيات للأمراض، كذلك على أساس بيسيبهم في مكان خارج محافظة عدن لتجمعهم إلى أن يعودوا إلى بلادهم أو يقرروا يعني لتأخيرهم لعودتهم للمناطق اللي أتوا منها. أشكرك جزيلا أستاذ جمال بلفقي منسق اللجنة العليا للإغاثة. أختم مع الأستاذ محمد قشمر، دور المنظمات اليوم في تنظيم عملية دخول اللاجئين لليمن في ظل الوضع المتدهور أصلا في البلد. يا أستاذي، أنا أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء تعقيدا على كلام الأستاذ جمال، المخالفة من المنظمة أنها تقول هذول مش لاجئين، يعني مش من حقها أصلا أنها يعني بناء على أو استنادا على ميثاق المنظمة نفسه واتفاقية 51 والبروتوكول التابع لها 967، لا يحق للمنظمة أصلا تقول أنهم لاجئين أو مش لاجئين قبل ما تستمع إلى طلباتهم، هذا إذا قدموا طلبات لجوء. أما إذا كانوا بالنسبة مهاجرين، يجب أن نقول بأن المهاجرين هؤلاء يجب أن يخضعوا لرقابة شديدة جدا. كيف دخلوا إلى اليمن واليمن تمر يعني محاصرة برا وجوا وبحرا من قبل القوات المختلفة؟ كيف تسللوا إلى اليمن؟ ما هي الأمراض التي أتوا بها؟ ما هي المخدرات، الأسلحة؟ أشياء كثيرة يعني حقيقة تشكل كارثة. اليمن لا يمكن أن تقدم شيء حاليا لهؤلاء الناس لأنها دولة فقيرة تبحث عن مساعدات، والكل يعلم أننا الآن نبحث عن مساعدات. المهاجرين الآن الذين وصلوا إلى اليمن يمكن أن يشكلوا كارثة حقيقية لليمن. أنا أقول وأؤكد أن اليمن لا تستطيع أن تقدم لهم شيء ولن تستطيع أن تقدم لهم شيء. للأسف الشديد المنظمات الدولية تعتبر عاجزة جدا في خدمة هذه الشريحة. أنا أؤكد أيضا أن المنظمات الدولية للأسف الشديد تأخذ أموال من الدول المانحة من أجل تقديم الخدمة لشرائح اللاجئين، اللي يعتبر المسؤولية الأولية تقع على منظمة اليونتيار أو المنظمة السامية لحقوق اللاجئين. النازحين هم يعتبروا يندرجوا تحت إطار هذه المنظمة، لكن هؤلاء الناس يجب أن تجتمع الحكومة اليمنية الممثلة في وزارة التخطيط، وزارة الخارجية اليمنية، والمنظمات الدولية والأممية. هناك منظمات أيضا دولية تترزق يمكن أن نقول من دور هؤلاء الناس، لأنها تأخذ مشاريع عملاقة من المنظمات الأممية ولا تقدم شيء حقيقة.
أشكرك ما هو جزيلا. المنظمات اليمنيه او المنظمات المحليه الشريكه لمنظمه الامم المتحده التابعه العامله في الارض، كيف يمكن ان تصنف هؤلاء الناس؟ هل هم لاجئين؟ هل هم نازحين؟ هل هم يعني مهاجرين شرعيين؟ هم غير مهاجرين؟ يعني يقضوا اصلا لاجراءات واليه معينه موضحه في المواثيق. هناك خلل، يجب ان تتعامل المنظمه اليمن، يجب ان تتعامل مع المنظمه بجديه وان تجبرها وتلزمها بالتعامل معهم، اولا تخضع الى التسجيل او انها تعيدهم الى بلدانهم اذا كان الاعاده لا تشكل خطر على حياتهم. أشكرك جزيلا محمد قشمر المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من الرياض، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زاوية الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة ماهر أبو المجد، في أمان الله.